اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ما كان حنا بالفاعي وبال بالكلاب والبضاعه يطلع الجن وتبان لك امور اخرى. اخي نور نديروا واحد الاسئله تشخيصيه كنقربوا بها يعني لي انا كرائي كنفهم فيها نفهم بها الحاله ديالك اكثر باذن الله تعالى. علاقتك اول سؤال خصنا نطرحوه، علاقتك مع الصلاه ومع القران؟ الحمد لله علاقه بخير مزيان هادي، ما عمرني قطعت الصلاه الحمد لله، محافظ على الصلوات. القران ما وراه في الجر، تتلو القران ورا الجر ما تخاف. المهم يعني القران كاين في حياتك اليوميه الحمد لله، ما تتحش راسك انك كتقراه وانت مكره ولا مجهود ولا كيجيك النوم ملي كتبغي تقرا القران؟ لا الاول شحال هادي كانت ما صافي ملي كتش بحال كتولف عليها ضابطتي ما بقاتش. ما بقاتش خير. كتجيك واحد الشقيقه في الراس على مره مره يعني الام في الراس تجيك مره مره الشقيقه كتجيني الشقيقه الم في الاكتاف وفي اسفل الظهر مره مره تشنجوا لك كتافك وفي اسفل الظهر ديالك. كيجيك واحد الضيق في الصدر، حزن على ما ظن، يقدر يجيك اسبوعيا ولا يوميا ولا في شهريا، مره مره كتحس بها ضاقت بك الدنيا توصل بك حتى للبكاء تبغي تبكي وما تقدرش. اسبوعيا صراحه اسبوعيا كاين حزن وبكاء. هذه اغلبها اعراض عين، عين فيها حسد، عين تسمى عين حاسده. كيجيك واحد البلغم ملي تفيق الصباح كتبقى حاشاك تطلع واحد الخيمه مره عادة كتحس بالبرودة في الأطراف ديالك، الأطراف يعني اليدين والأقدام، برودة ولا سخونة؟ حرارة ولا برودية؟ برودة. برودة في الأطراف. بعض المرات يكونوا حتى رجليا كيسخنوا. رجليا كيسخنوا؟ كيسخنوا بزاف. أكثر من الطبيعة، ولو في الحال بارد. مفهوم. هذه النقطة كنلقاوها بزاف عند النساء ولكن كتكون عند بعض الرجال، كتلقى كدمات في اللحم ديالك بحال شي حد ضربك وانت ما يعني حتى حاجة ما قاستك في لحمك. لا هذه ما عمرها طرات لك. ما عمرها طرات لك. وساوس قهرية، يعني كتحس بشي أفكار اللي هي بعض المرات تتسيطر عليك، وساوس نقولوا نقدر نقولوا خايبة قبيحة، وخا انت تبغي تخلص منها ما تتخلصش منها. لا ما عندكش. ما عنديش. ضعف التركيز كتكون في حوار مع شخص ولا مع الزوجة ولا كيمشي لك التركيز ديما ديما. تحس بقلبك شي مرات تسارع ضربات القلب بحال الخوف من لا شيء. لا نفور من الناس عادة كتبغي ملي كتكون نقدر نقولو كترتاح أكثر في العزلة، يعني تكون بوحدك. شحال هادي فيها القضية. كترتاح فيها. كترتاح فيها بزاف. كما نامات في المنام كتشوف مثلا اعتداءات، مثلا كتشوف مثلا احلام نقولوا قبيحة فيها الجنس بهاد الصورة. لا هو تنحلم ديما كنحلم بالفاعي وبال بالكلاب والضباع. تحلم بالافاعي والكلاب. شنو الحلم؟ مره مره الحلم ديالي كيتحقق. كيتحقق. كيتحقق كيطرى كاع داكشي اللي كنحلم. يعني كتشوف شي منامه وكتعيشها في الارض الواقع. كطرى ليا بصح. ولكن ملي تتفيق الصباح تتحكيها مثلا للزوجه ولا المقربين الام ولا الاب. ديما كتحكيها. كنحكيها ديما. لا هذا خطا. خايبه ولا زوينه؟ خطا. من السنه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انك الا شفتي شي منامه طيبه فيها بشاره واخا تحكيتيها هذه سنه، ولا شفتي منامه سيئه فيها مثلا انك غرقتي ولا ضربتي ولا عندك حناش ولا كلب، هذيك من الافضل انك تدور على الشقك الايسر وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتحكيها مع نفسك وما تحكيها لحتى شي واحد وما تحققش باذن الله تعالى. هذه سنه يعني الا كانت مزيانه واخا حكيناها، كانت خايبه كندور الشق الايسر وندير بحال كانك واحد التف خفيف ونحكيها مع نفسي وما نحكيها حتى شي واحد وباذن الله لا تضرك.
هذا سبب من الاسباب اللي انك خلاك تتحقق حيت كتحكيها خاصك تبقى تحكيها الا انا كانت مبشره خير احنا بيه. عندك شهيه ضعف شهيه او لا شهيه مزيانه شهيه عاديه كل عادي كتحلم براسك انك كتاكل في المنام شحال من مره اكل في المنام الاشاره اغلب الناس اللي كيشوفوا راسهم انهم كياكلوا في المنام راه كياكلوا بصح ولكن وكان شويه كتلقى راسك بحال شبعان شبعان هذاك راه يسمى اطعام منامي شكون اللي كيطعمك طعام اطعام من الجن هذاك ودلالته انك كتفيق حاس بشبع ما تقدرش تفطر وناس ثانيه مره وناس الحمد لله والفضل منا لله استفرغوا اسحار صعيب انهم ياكلوها على ايد البشر مثلا كاين واحد السيد عندنا هنا لاحت الدود تقدر شي واحد ياكل الدود لاحت الدود من 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 المعده المقطع راه كاين في الصفحه ديالي اسحار ديال الشياطين كاين شي خبات اللي هو ميمكنش انك تقدر تاكليه وتفايق وتا هذا ولكن تيوكلوا لك الجن في المنام خير كتفيق مفزوع في الليل مرة بحال قلت شي مرة في واحد 6 شهور كيجيك جاتوم هو كنقولو بلا جاب وغطاط كتحس براسك بحال مكبل مشدود وما قادرش تهضر لا ما جانيش بشحال هادي كان جاني شحال هادي مع هادشي 3 مرات بحال هكا في حياتي كاملة يعني فايت ماجيك فايت واخا تشوف راسك مثلا في شي بحر كتعوم وكتغرق ديما اولا عندك جناح وكطير في الفضاء ديما حتى هي هادو ما اغلب الحلمات يا كنطير يا كنغرق في البحر يا كنحلم براسي ضارب بين الحناش ولا تطيح من شي بلاصه عاليه لا هادي ما طارت لي لا في البيت عندك كتحس لا انت لا الزوجه ان البيت يعني ولو كتبغيو تاتوه كتكون فيه مثلا شبه فوضى مثلا الزوجه كتشكى تقول لك انا هاد الدار قهرتني واخا كنبغي نجمعها ما تتجمعش يا الصراحه لا المراه عندي ديما وكيفاش ديما قاد الدار قاديه يعني ما تتشكوش من ان الفوضى في البيت لا وكيفاش خير في كترتاح اكثر ملي تكون في البيت ولا ملي كتكون خارج البيت في البيت ترتاح اكثر خير ما كتوقعش لك مشاكل اللي هي بسيطه مع المقربين ولا مع الزوجه وكتولي كبيره كتبدا صغيره وكتكبر وانت كتستغرب فيها لا دينا. لا خير كنظن احنا قصدنا اغلب الاعراض صافي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ندخلوا في الرقيه اخي نور اسلام اول مره كدير الرقيه ياك اول مره باش تقدر تنفعك الرقيه لابد ما توفر فيك بعض الشروط نلخص لك في شرطين اهمها هو انه خاص يكون عندك يعني حسن النيه الكبيره ان هذا الكلام اللي غيتقى عليك اللي هو كلام الله والدعاء حيت الرقيه كلام الله ودعاء انه غادي يفتح عليك الله به يبطل العين اللي فيك يبطل السحر يحل لك العقاد اللي معقوده سد لك بزاف الامور وما كتشافش بالعين المجرده خاص تكون عندك هذه النيه اولا ولا جيتي عند الراقي ما تجيش باش انا كندوي من خلالك للناس كاملين ما تجيش باش تجربوا حيت كيبقى بشر ما كاين كيمشيو عند الراقي يقولوا ونجربوا هذا الراقي واش غتكون شي نتيجه ولا ما غتكونش لا جي بنيه الشفاء ويكون الراقي كما بغى يكون خاصو يكون غير راقي شرعي يقرا القران وما يديرش امور هي مخالفه للشرع وغادي تكون الشفاء باذن الله تعالى ثالث حاجه انا من يكون انا في القراءه حاول ما امكن تكون عقلك حاضر معايا وتسمع القراءه بقلبك باش تقدر توصل لك تنفذ لك الداخل ديالك وتكون فيها فائده صافي مفهوم مفهوم انت اطلق رجليك ارفع التوحيد هكذا في اليمين وفي الشمال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دوم عليها شوف انت كرياضيه ديال هذيك سهله غتاخذ واحد الشهيق عميق بالنفس غدير من الانف غتدخليه مزيان غتكتميه في الصدر شديه حتى ما تبقاش قادر وتخرجيه من الفم وديرها وعينيك مغمضين وتحس بالحركه اللي تدير خذ نفس عميق شهيق كتميه في الصدر وخرجيه من الفم واستحضر في مخيلتك
انك ملي كتكتم داك النفس تكتم شيطان، تكتم نفس الشيطان. ان كان هناك شيطان في البدن دخل عن عين او سحر او حسد او عين أن اي سبب كيفما كان، تخيرت انك تكتم نفس داك الشيطان، وباذن الله تعالى يفهمه الله ويكشفه الله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت قادر أن تجعل الحزن على قلوب عبادك سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونصلي ونسلم على الهادي الأمين والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، وليس بعد الله منتهى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الشياطين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت قادر يا الله أن تجعل رقيتنا هاته رقية مباركة شافية كافية كاشفة ناسفة لكل العيون، ناسفة لكل الأسحار، ناسفة لكل حصن شيطاني فيه عقدته عيون الناس، فيه عقدته عيون الجان. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الله أكبر، تحل العقد والأقفال، تحل السلاسل والأغلال، تدك الحصون، حصون الشيطان في الأبدان، حصون الجان في الأبدان، حصون الشيطان في الأبدان. بسم الله الله أكبر، تحل العقد والأقفال، عقد كبيرة سلاسل وأقفال قديمة قديمة عقدتها فيك يا نور عيون الناس، عقدتها فيك يا نور عيون الجان، عيون الناس، عيون الجان، عيون الأقارب والقريبات، عيون الأصدقاء والصديقات، عيون الأقارب والقريبات، عيون الأصدقاء والصديقات، عيون الجيران والجارات، قديمة
قديمة قديمة حاسدة فيك فيك بقدرة الله وباسم الله وبما نتلوه لا تبطل فيك تبطل كل عين حاسدة عين حاقدة عين حارة عين ضارة عين قديمة عين تابعة عين تابعة عين تابعة يخدمها شان عين تابعة يحرسها شان عين تابعة يتقوى بها شيطان في الأبدان قديم في الأبدان قديم في الأبدان قديم في الأبدان قديم بسم الله تحل العقد بسم الله تدك الحصون بسم الله يقهرون لا ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أعوذك بالله العلي العظيم أعوذك يا نور أعوذك بالله العلي العظيم من شر كل لامس ولامس ومن شر خادم العين والحارس أعوذك يا نور أعوذك بالله العلي العظيم من شر كل لامس ولامس ومن شر خادمة السحر والحارس أعوذك بالله العلي العظيم من شر الشياطين وأعوانهم وجنودهم من شر كل شيطان إنسيا كان أو جنيا عينه سامة عينه لامة عينه قديمة عينه قوية عينه حارة عينه ضارة عينه سكنت بدنك منذ سنين قريب أو قريبة صديق أو صديقة حاسد أو حاسدة جار أو جارة بسم الله فيك
وتحل عقد وعيون الناس بسم الله فيك يا نور تفك وتحل عقد عيون الجهل عيونهم حارة أبصارهم ضارة عيونهم حارة أبصارهم ضارة تحل العقد تنسف تدك الحصون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يا علي يا قدير أبطل كل عين أصابته في جمعة رجال أو نساء أبطل كل عين تبعته من قريب أو من قريب يا علي يا قدير أبطل كل عين سكنته من إنسي حاسد من إنسي حاسد عين قوية في المواقع عين تابعة في المواقع عين قديمة في المواقع في المواقع على المواقع في مقاطعه عيون في مقاطعه عيون عيون حاسدة عيون حارة عيون قديمة تبطل في مقاطعه عيون عين على المواقع تامعة تتمنى زوال النعم تتمنى زوال النعم تتمنى زوال النعم تتمنى له مرضا تتمنى له توقيفا تتمنى له فقرا تتمنى له ضعفا اللهم أبطل اللهم أبطل ومن جسده ودمائه وعروقه أخرجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير عين الحساد فيك يا نور قديمة يخدمها شيطان يحرسها جان تتقوى بها جنية تخدمها جنية حية جنية عاشقة جنية قديمة جنية تابعة تتقوى بعيون الناس جنية توارت في الأبدان سنين طوال اليوم يكشف كل اليوم تقهرون لا تنصرون جنية حية في العقول جنية في القلوب جنية في العورات جنية في البطون جنية جنية عائنة حاسدة عاشقة تتقوى بعيون الناس قوتها من نفوس حاسدة
من نفوس مريضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اللهم أبطل كل حسد حسدوه في رياضته تبعوه عيون الناس عقدوا بدنه عن الحركة عقدوه عن الرياضة عقدوه عن كل خير. بسم الله فيك يا نور يخرج يبطل كل حسد تفجر كل عين معقودة قديم سنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجرنا فيها من العيون فيها عين جارية فيهما عينان نضاختان. اللهم أبطل كل عين أصابته في زواجه بدأت في العرس في الزواج عين قوية حارة على الزواج عين حاسدة في الزواج تبطل عين تابعة في الزواج تبطل عين قوية في الزوجة تبطل في صبرها عين قوية في كفاحها عين قوية في شطارتها عين تابعة حافدة على المواقع قوية تبطل عيون الناس فيك وفي أهلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى اللهم أبطل كل عين نظرت استحسنت تمنعت وركزت اللهم أبطل وأخرج من بدنه وبدن أهله كل عين نظرت كل عين نظرت استحسنت تمنعت وركبت في القلب عقدت في العقل عقدت في البطن عقدت في الرحم عقدت في العورات عقدت في الأقدام عقدت بسم الله وبقدرة الله تحل فيك عقد وعيون عقد وأسحار عقد وأمراض تلمسها تعرفها أو تجهلها سببها العين سببها الحسد سببها السحر سببها سحر قديم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين اللهم أبطل كل نظرة فيك تكررت وما بركت كل نظرة في عملك في رياضتك في بيتك في زوجك في أهلك في متاعك كل نظرة تكررت وما بركت كل نظرة تكررت وأمردت كل نظرة تكررت وأمردت وعقدت وعطلت عطلت عمل عطلت رزق عطلت خير عطلت إنجاب عطلت ذرية عطلت إنجاب عطلت ذرية عطلت أرزاق عطلت أرزاق عطلت كل خير وكله بأمر الله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
بسم الله تبطل كل عين قوية، بسم الله تبطل كل عين قويمة، بسم الله تبطل كل عين تراكمت، تراكمت عين الطفولة، عين الشباب، عين تراكمت إلى اليوم، عين قديمة قوية، عين أمرضت، عين عطلت، عين أفقدت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقنك بأبصارهم، ليزلقنك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون. اللهم اشفي من كل عين بوصف أصابت، بالوصف أصابت، وصفوا حاله، وصفوا ماله، وصفوا عياله، وصفوا زوجه، وصفوا أخلاقه، وصفوا بيته. اللهم أبطل كل عين أصابت بالوصف، بالوصف أصابت، خرجت من نفس حاسدة، بالوصف أصابت، وصفوا بيته، وصفوا دراجته، وصفوا زوجته، وصفوا رياضته. اللهم أبطل كل عين بالوصف أصابت، بالوصف أصابت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم يا شافي يا معافي يا كريم يا عظيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ودود يا ودود هذا العرش المجيد يا فعال لما تريد. نسألك بعزك الذي لا يرام وباسمك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ألا تدع له بعد هاته الرقية وفي هذا المقام عينا ولا حسدا ولا مرضا ولا نكدا إلا أذهبته عنه يا الله، إلا أزلته عنه يا الله، إلا شفيته منه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله أرقيك يا نور، بسم الله أرقيك والله يشفيك من شر كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك. أعوذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، كل عين معجبة، كل عين حاسدة، كل عين حاقدة تتمنى زوال النعم.
رب الناس أذهب عن عبدك كل باس، رب الناس أذهب عن عبدك كل باس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، ولا دواء إلا دواءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي في بدنه سما ولا سحرا ولا عينا ولا سقما ولا ألما، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، في نفسك في مالك في عيالك في زوجك في حياتك، طهور إن شاء الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله أرقيك من وساوس الصمر وشتات الأمر من الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان من الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان من الكوابيس من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون. طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، شفاء من رب السماء بهذا السبب وبقدرة الله تعالى، اشفه يا شافي يا معافي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله إلا من القلب يمكنش والله شبه يمكنش والله أخي نرقي من القلب، وهذا عملنا مع كل الناس. عشي أعطيني إحساسك مني كنت نقرا، أقسم بالله خوت وربي مني كنت نقرا باش كنت كتعطيني إحساسك في الأول. نعم عشي باش كنحس عاجي بحال شادني شي واحد من إيد دقل هنا يبجوج وكيدير لي بحال باردة تيحركك كيدير لي بالجهد واحد لقطة وحق لا إلى إكشا نقولك حبس. نعم نعم في البداية ورأيت ديك تحركوا شيئا ما كانوا كيتحركوا كنلاحظوا مالي حتى لاحظتك في البداية. نعم زيد واحد لقطة بحال هبط لي داك الشيء الرجلية هبطك رجلي زيد صافي يعني كتحس بشي حاجة تتحرك فيك داخليا من هنا الأول من إيديا شوية من جيش قلبي بحال ما هبطوا هبطات شوية تقالية في رجلي الله يسرية وهبطت رجليك حسيتي بشي حاجة خرجت من رجلك ولا حد رجليك وقفات؟ حد رجلي وقفات. نعم هذا زيد شنو ثاني نقول انا نفسر لك هادشي كامل صافي في الاخر بحال صافي بحال بحال كنتي ناعس وفقت تحيتي تحيتي سبحان الله الحمد لله. هذه كلها اخي عندك اعراض العين الحاسده، اعراض العين الحاسده وهذوك عقد ديالها بفضل الله تعالى اولا وبفضل العبد الضعيف ثانيا، وهذه الرقيه هذيك العقد الحمد لله دابا تحل في بدنك، وهذاك الاحساس اللي حسيتي انك تتشنجات وحراره كتهبط هذا عقد عين تحل بفضل الله تعالى. حنا حاولنا نذكروا الاعراض اللي عندك، ذكرنا حتى رياضي عندك عين على الرياضه يعني مؤثر، عندك عين في المواقع، جبدنا ذوك الاعراض اللي كتكون فيها اصابه وكتحل ديك العقد بفضل الله تعالى، مع العلم على انه كاينه علامات، كاينه علامات على ان مصحوبه هذا العين بشيطان، هو هذاك التحرك اللي كنتي كتحس به كيتحرك فيه. كتقول لي كيفاش ما تصرعش؟ غنقول لك تقدر واخا دير حتى 5 حصات ولا 6 ما تصرعش، ولكن تخلص من كاع هاد العقد ومن كاع الاعراض ويخرج الجن من حيث لا تحتسب، وهذا هو الافضل. وتقدر اذا تبعتي حصه ولا جوج حصات تقدر يطلع الجن وتبان لك امور اخرى، ولكن الشاهد عندنا هو ان كل حصه دوزتيها الا وفائتها كبيره جدا باذن الله.